كيفية إلغاء خاصية ميزة الضبط التلقائي للجودة على تطبيق سبوتيفاي؟ كما ترون، هذا هو تطبيق سبوتيفاي، وهذه هي الصفحة الرئيسية، صفحة الأغاني المقترحة لك على تطبيق سبوتيفاي للموسيقى. تقوم بالذهاب والضغط على زر الإعدادات هنا في أعلى الزاوية، بعد ذلك تقوم بالذهاب والضغط على بسحب الشاشة للأسفل هكذا، تسحب حتى تجد خانة اسمها خانة ميزة الضبط التلقائي للجودة. تقوم بإلغاء تفعيلها بالضغط عليها من هذا المكان، وقد تمت العملية بكل نجاح. وهنا نصل لنهاية هذا الفيديو، لا تنسوا دعمنا بوضع زر لايك وأيضا الاشتراك في قناتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.